اهلا بكم من جديد مع هيثم في دبي. تجربه جميله قوي. انا نفسي بصراحه دبي قريبه من هنا او قريبه من مصر والله، وقريبه جدا يعني كلها ساعتين بالطياره. بس عندهم حاجه جميله قوي، قدروا الاداره هنا، اداره البلد قدرت تعلم الناس ثقافه اولا المشاه، ان انت ما تعديش من غير الحته المكان المخصص للمشاه اللي شايفينه انت قدامكم ده. الحاجة التانية قدرت تعلم العربيات وسائق السيارات ان المشاة مقدسين، ان المشاة عبور المشاة لما تيجي تعدي من المكان المخصص، مفيش اشارة على فكرة، مفيش اشارات. انا مكان داخلي هنا في السوق الصيني هنا دراجون ماركت، بس اللي انا شفته في دبي من اليومين الثلاثة اللي انا قعدتهم، ان اما تيجي انت تعدي من المكان بتاعك الكل لازم يحترمك. اتخن سيارة لازم تقف من غير اشارة، مجرد ان انا افكر اعدي كل العربيات اللي جاية لازم تقف. تعالوا نشوف كده، نجرب مع بعض، تعالوا نجرب مع بعض كده. انا بس هستنى اي وقت شويه العربيات اللي جايني كتار دول. بصوا في عربيات كتير قوي جايه، فانا هفكر دلوقتي ان انا اعدي. بصوا هفكر انا اعدي كده، كله هيوقف، كله وقف، انتوا شايفين ابتدى كله وقف عشاني. وهكذا، مجرد ان انا افكر اعدي كله لازم يوقف. تعالوا نجرب تاني مع بعض كده، تيجي نجرب تاني مع بعض. انا هجرب برده وهعدي تاني، وتعالوا نشوف رد فعل السيارات العربيه السوداء اللي جايه دي. ترى انا هعدي كده ونشوف ايه اللي هيحصل. كله وقف، بص كله وقف، وقف مخصوص عشاني، عشان انا اعدي. حتى اللي جاي الابيض ده لازم هيوقف غصب عنه عشان انا اعدي. إيه، عايز اوريكم ال 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 يعني في احترام للمشاه. بالمناسبه في الصين برضو الموضوع ده موجود وبكثره، ان الاولويه للمشاه. عندنا في مصر تيجي العربيه لو انت بتعدي ولا مش عارف، يجي يزقك بالعربيه تات وكلاكس كده ويزقك ويقول لك ها، نظام عايز يدهسك يعني، هو ان كان عليه عايز يدهسك. بس للاسف يعني ايه، فالموضوع ده كله يا جماعه تعليم، ثقافه، تعليم، تعليم ازاي بدل ما. وهنا دور الاعلام يعني. الاخ توفيق عكاشه والاخ احمد موسى لو يركزوا معانا شويه بس كده والله، وكده ويركزوا على الحاجات دي تبقى حلوه جدا يعني. فانا بس والله حبيت انقل التجربه. احنا دايما بنقول التجارب لعل وعسى انها تنفع وتفيد. حاجه جميله جدا في دبي هنا، ان طبعا هنا على فكره عبور الشارع في الشوارع الرئيسيه من غير اماكن عبور المشاه بتدفع غرامه 300 درهم او 500 درهم على ما انا سمعت. ده ناهيك طبعا ان الاولويه للمشاه. الثقافه دي عايزينها تنتشر، يا رب تنتشر كده، وننقل التجارب دايما يا رب كده، ونشوفكم في كل ما هو جديد مع هيثم. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله.